走。أول من تعرف على الباركور ونشره في غزة هو الكابتن عبد الله نشاصي. طبعاً بعد ما عبد الله سافر واستقر في إيطاليا صار وضع الفريق متضعضع شوية. الهدف يا عم أنا بني آدم رياضي وعندي طموح وبدي أصل اللي بدي إياه بأي طريقة. المشكلة مش هنا يا عبد الله، المشكلة إنك تكون غريب في نفس بلدك. وغريب، فإيش صرت إيش؟ غريب في كل مكان. وضع الحصار صعب، إسرائيل مسكرة عليه. طب يعني أي بديل بدك تاخده غيره مش موجود. لأنه محتاجه ضروري عشان أبوي. محتاجه ضروري صعب. ثلاثة نوفمبر رايح السعودية لأن عندي بطولة بتاعت الباركور هاي. خلينا نجرب حظي وشو ورانا. طب ايش بدي احكي لك؟ جتني دعوة وفيزا تطلعوا سايبنا؟